السلام عليكم. تفاعل المغاربة مع مقطع فيديو وصور منتشرة على نطاق واسع تظهر من خلاله شرطية بزي رسمي تتدخل بشكل عنيف في حق محتجات ضد جواز التلقيح بساحة الواد بحي الدخلة بمدينة أكادير، حيث أكد المغاربة على ضرورة فتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة الشرطية التي قامت بركل المحتجات. ووفق ما عاينته منابر إعلامية من مقاطع فيديو وصور تم تداولها عبر تطبيقات التراسل الفوري ومنصات التواصل الاجتماعي، فإن عدد من المحتجات وجدن أنفسهن مرغمات على مغادرة ساحة الوادي بعد التدخل الأمني الذي فضت جمهور المطالبة بإلغاء قرار جواز التلقيح، بينما فيها اللقطات التي وثقت تدخلات الشرطة التي قامت بركل المحتجات.